العاب فسيه بالاسبيرونس المنتخب بون بنقل دائما يحسبوا هيش خاطر ما لعبتش نقول ثلاثه ذوما عمل لي احسن تشكيله لعبت معاهم لعبه بالبنك بكل شيء بالبنك بكل شيء باش تعمل لي احسن ايه بالبنك لا مش بالبنك 11 ملاعبي في ليكيب تيب ليكيب تيب هاي نبداو بالجارديان فاروق على اليمين حمزه مثلوث مثلوث على اليسار يهاب يهاب يلعب على اليمين يلعبوا على اليسار تتحايل انت قاعد مدرب انا بتحطها بكلها بنزرتي انا مش حط روحي على البنك في اللاكس علي مشاني ومرياح ياسين مرياح قدام بيفو ولا زوز ثلاثة بيفوات اللي هما فرجاني سيسي بلال السعيدان ياي وغيلان تحس تعود تختار في اصحابك لا والله لا والله لا والله نختار في الحقيقه باه شنو نحطهم ثلاثه نحط مثلا كوليبالي وبلال السعيداني وكم ما تمشيش ها ما امبوسيبل ساعد ماركي اللي في الاخرى معاهم ثلاثه القدام باه القدام قلنا غيلان فرجاني و وبلال وزنب بلال قدامهم سعد باش تلعب اربعه في الوسط صار اربعه في الوسط باه جوز قدامهم سعد فما اتاكون انا ما نحطه اللي هو اللي هو هيثم انا اش خليه معايا على البنك نقعدوا ننبر هذا لا لا باش تختار انت باش تلعب هيثم نحبه معايا هيثم انت قدام ومعاك واحد انا وهيثم نحبوا نتفرجوا ننبروا عليهم مش نحط البليلي وحمدو قدام وانا وهيثم على البنك كانت هذه ليكيب تيم